أكدت إدارة الفتوى والتشريع اهتمام الكويت بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبرنامجها المعني بالإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 29 التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري أونسترال المنعقدة حاليا في فيينا. وقالت الإدارة إن الكويت تشارك باعتبارها عضو عامل في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري والتي أصدرت عدة قوانين في هذا الشأن، كان آخرها قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يهتم بتوفير فرص العمل للمواطنين بما يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومية وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.